مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مرة جديدة مع انخفاض أسعار النفط للعقود الآجلة بالتعاملات الآسيوية نهار الجمعة بعد ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن تخمة الإمدادات العالمية. وبالأرقام، انخفض الخام الأمريكي 30 سنت ليوصل ل 30.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كان المؤشر ارتفع أكثر من 14% هالأسبوع نهار الخميس بعد إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا خطتهم بتجميد إنتاج النفط عن مستويات كانون الثاني. ومننتقل مع غوتشي، العلامة التجارية الفاخرة للأزياء اللي شهدت ارتفاع بنسبة 5% بمبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2015، وقتها المعدل أفضل من التوقعات بعد سنتين من تراجع بالمبيعات. هالتحسن بالأداء اللي ساعد على تعزيز النتائج أتى أساسا بفضل تعيين مصمم جديد، أليساندرو ميشيل، مدير إبداعي جديد للشركة. حب ذكر أنه كارينغز هي الشركة الأم لغوتشي وعدة علامات تجارية أخرى مثل ألكساندر ماكوين، بالينسياغا وسان لوران باري. وعلى أثر هالنتائج الإيجابية ارتفع سهم كارينغز بنسبة 1.3% بباريس. ومنهي مع HSBC اللي رح يطلق نظام التعرف على الصوت والأجهزة الأمنية اللي بتعمل من خلال اللمس بالمملكة المتحدة، وهي قفزة كبيرة نحو تقديم الخدمات المصرفية البيومترية. بيقول المصرف أنه الزبائن ما رح يضطروا يتذكروا كلمة السر أو الأماكن والتواريخ للوصول إلى حسابات عبر الإنترنت. بحب شير إلى أنه باركليز قدمت برنامج التعرف على الصوت، ولكن هالخدمة متاحة لبعض العملاء فقط. أما RBS وناتوست فهن قدموا تقنية بصمات الأصابع أو الفينجربرينت تكنولوجي العام الماضي. أيضا ذكرت HSBC أنه رح يتم تقديم هالخدمة لحد 15 مليون عميل مصرفي. هذه هي أخبارنا لليوم، شوفكم نهار التنين.